يقولون عبارة أن السوداني هو الفرصة الأخيرة للعملية السياسية. إجت إمبراطوريات وراحت، وإجت أنظمة مختلفة وراحت، لا يوجد أحد يمثل فرصة أخيرة لهذا البلد. البلد قائم ونحن راحلون كلنا. القرارات الجلية أو القرارات المفصلية التي تتخذها تكلفك؟ كان يهمسون في أذني ويقولون اتخذت القرار الصحيح، ونحن وقعنا في ورطة حين دخلنا، وبعضهم انسحب رسميا في منتصف الطريق كما تعرف. يقولون عليك مترف، هكذا يتبادر وهكذا أيضا يقال. فأنت من تكون متصدي في شأن اجتماعي سياسي يجب أن توفر فرص نجاحك في تحقيق هذه البرامج. الناس كيف ترانا؟ هل تجد أمامها عشرات مئات من القادة الشباب اللي أصبحوا مؤهلين وقادرين على إدارة هذا المشروع؟ إذا نحن نجحنا.